الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الملك الحق المبين، عالم الغيب والشهادة، وهو العزيز الحكيم. نحمده سبحانه حمدا يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا محمد رسول الله. فاللهم فصل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه إلى يوم الدين. وبعده، فلي الشرف أن أحضر معكم في هذه الساعة المباركة لنتحدث عن أعظم رجل عرفته البشرية. وكذلك نشكر أستاذنا الفاضل السي راشد ماني على هذه الدعوة وعلى اهتمامه بكل جديد وبكل ما هو مفيد ويفيد الطلبة. وكما سمعتم وتعلمون جميعا أننا نعيش في هذه الأيام ميلاد وذكرى ميلاد النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، حيث كلما أهل هلال شهر ربيع الأنوار إلا وتذكر المسلمون النبي العظيم وميلاد النبي العظيم وميلاد النور الذي أضاء الكون كله. والناس عبر الزمان يعجبون، ومنهم من يعجب بشخصية في صفات معينة. وفي هذا الزمان هناك معجبون بالفنانين، معجبون بالرياضيين، معجبون بالأزياء ورجالاتها، معجبون بالطبيعة، معجبون بالصناعات. الناس يختلفون في الإعجاب والتقدير والقدوات. ونحن لنا قدوة عظيمة، قدوة لا مثيل لها عبر التاريخ، قدوة في كل المجالات الخيرية، لقوله تعالى كما سمعتم من فضيلة الأستاذ، قوله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. فهذا الرسول العظيم هيأه الله سبحانه وتعالى وكتب الله له أن يكون في هذا الوجود لينقذ البشرية مما تعيشه. وأن البشرية بدلت وغيرت وزورت وصارت تحمل صفات حيوانية، حيث الاضطهاد والظلم والاعتداء، فغيرت العقيدة، فكانت تعبد الأصنام والأوثان، فكانوا لا يعرفون للرحم وصلا، وكانوا لا يعرفون للإنسان كرامة، حيث يعتبرون المرأة لا قيمة لها ولا حياة لها ولا كرامة لها، بل يعتبرون الإنسان الغالب القوي الظالم هو الذي له المكانة في المجتمع. فيعيش الناس في جاهلية جهلاء وفي ظلمات ظلماء وعمياء. فأراد الله سبحانه وتعالى أن ينقذ عباده مما هم فيه، فكتب الله لهذه البشرية، وكتب لهذا الرجل أن يوجد، وهو دعوة أبينا إبراهيم عليه السلام، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أنا دعوة أبي إبراهيم، حيث دعا الله سبحانه وتعالى أن يبعث فيهم رسولا. ربنا وابعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فشاء الله عز وجل أن يولد النبي العظيم صلى الله عليه وسلم في تلك السنة، سنة وعام الفيل، حيث جاء أبرهة الأشرم بفيله وبقوته وجيشه قاصدا الكعبة المشرفة لهدمها. ففي تلك السنة والنبي صلى الله عليه وسلم كان كتب الله له أن يكون حملا في بطن أمه. وسجل الله واستر الله هذه الحادثة في قوله تعالى: ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طير نبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف ماكول. فهذه إرهاصات مقدمة
قدمها الله عز وجل لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وأن النبي محمد صلى الله عليه وسلم مبارك في كل شيء، مبارك صلى الله عليه وسلم. فأبوه اسمه عبد الله، تزوج آمنة بنت وهب، تزوجها وعمره أي عبد الله 25 سنة، فتزوجها. فلما تزوجها في الشهر الأول غادر مكة المكرمة متجها إلى الشام في تجارة له، فلما كان قافلا فمر على يثرب على المدينة المنورة فمات فيها، فقضى نحبه ومات، كتب الله له أن يموت في المدينة المنورة. ولم يعلم أن زوجته التي تنتظره، العروس التي تنتظره بشوق، أنها حامل، أنها حامل بأفضل الوجود، بأفضل الخلق على الإطلاق، وهو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. إذن فكان جنين في بطن أمه وهو يتيم من جهة الآب، ولم تشعر آمنة بنت وهب، لم تشعر بحملها إلا أنها علمت أنها حامل بانقطاع الحيض عنها، فلم تشعر بما تشعر به النساء من حيث ما يسمى بالوحم، الحمل، ثقال الحمل، لم تشعر به، لأنها حملت خير خلق الله سبحانه وتعالى، خير خلق الله وهو محمد صلى الله عليه وسلم. فلما بلغت 9 أشهر فوضعته، ولم تشعر بألم الطلق وألم الوضع، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم من بطنها كما يقول أهل السير ساجدا صلى الله عليه وسلم، ولما وضعته رفع يديه إلى السماء ويعلم البشرية، وهذا رمز علامة أنه لا يستمد القوة إلا من الله سبحانه وتعالى، وأن قوته في السماء أي عند الله تبارك وتعالى، وأنه لن يسجد لصنم ولا وثن ولن يركع لبشر، وإنما سيسجد لله الواحد القهار. فولد مختونا طاهرا صلى الله عليه وسلم، ففرحت به أمه لأنه فقدت زوجها الحبيب، وفرحت بحبيبها ووليدها محمد صلى الله عليه وسلم. فجاء عبد المطلب جد النبي صلى الله عليه وسلم وأخذه وقبله وفرح به، لأنه عوضه الله بابنه الفقيد عبد الله، فأخذه وقبله وذهب به إلى الكعبة المشرفة وطاف حولها 7 أشواط، ثم دخل به الكعبة المشرفة ودعا الله عز وجل وسماه محمدا. أول من سماه عبد المطلب جده محمدا، فصلى الله عليه وسلم محمد في الأرض ومحمود في السماء صلى الله عليه وسلم. ثم أرضعته أمه آمنة بنت وهب 3 أيام، ثم انتقل الرضاع إلى ثويبة أرضعته، ثم انتقل صلى الله عليه وسلم إلى قبيلة تسمى قبيلة بني سعد، وقد أخذته حليمة السعدية، لأن من عادة العرب أنهم ينقلون أبناءهم وينقلون أبناءهم إلى البوادي ليتعلموا اللغة السليقة الفصيحة، ثم يشبوا على خشونة البادية. فالنبي صلى الله عليه وسلم بقي عند حليمة السعدية وهو مبارك، لأن كان سنة جذب وقحط، فالله عز وجل بارك في هاته الأسرة، كانت تشبع هي وأبناؤها حليمة السعدية، فشعرت والبركة والرزق يترى عليهم ببركة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. بقي في قبيلة بني سعد 4 سنين وهو يرعى الغنم مع أبناء له من الرضاع، ففي السنة الرابعة فإذا ملكان ينزلان من السماء وعليهما ثياب بيض، فقال أحدهما للآخر أهو هو؟ قال نعم، فأضجعاه وشق صدره وأخرج مضغة من الشيطان وغسلها بماء زمزم، وضعها في طست وغسلها بماء زمزم، ثم ردها إلى المكان، فليطهره الله عز وجل حسا ماديا ومعنويا، ويزكيه الله عز وجل حتى ينشأ طاهرا مطهرا في فكره، مطهرا في عقله، مطهرا في قلبه، مطهرا في نيته صلى الله عليه وسلم، مطهرا في قصده. فجاءت أمه من الرضع حليمة السعدية، فلما رأت ما
ما وقع وأخبرت بما وقع لها فخافت عليه فردته إلى أمه صلى الله عليه وسلم، فقالت واطمأنتها لا تخافي على ابني، فلما وضعته خرج مني نور أضاء قصور الشام. أي أمه لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم من بطنها رأت نورا أضاء قصور الشام، مسافة بعيدة ومع ذلك رأت هذه القصور، وأن الدين الإسلامي سيبلغ ما رأت ثم ينتشر في الآفاق. والحمد لله النبي صلى الله عليه وسلم ولد بمكة المكرمة، ونحن الآن نصلي عليه ونذكر النبي صلى الله عليه وسلم ونعتز به ونتبع سيرته وسنته صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك سافرت أمه به إلى المدينة لتزور قبر زوجها ثم لتزور أخوان النبي صلى الله عليه وسلم، ولما كانت قافلة راجعة إلى المدينة إلى مكة المكرمة كتب الله لها أن تموت هي كذلك بمكان يسمى بالأبواء بين مكة والمدينة. فرجع النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتيم ابن 6 سنوات، ثم كفله جده عبد المطلب صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك بسنتين مات جده، ثم كفله عمه أبي طالب وعمره 8 سنوات صلى الله عليه وسلم، وكان يذود عنه ويحبه ويعطف عليه. ولما كان في السنة الثانية صلى الله عليه وسلم من عمره 12 من عمره، فخرج به عمه أبو طالب بتجارة إلى الشام، لأن العادة العرب العادة قريش كانت لهم تجارتان، تجارة في الشتاء وتجارة في الصيف، وذكر الله عز وجل هاتان الرحلتان في قوله تعالى لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. والتقى ببحيرة الراهب فعرف أنه نبي، فقال له ارجع إلى عمه ارجع به، فخوف منه اليهود، لو علم اليهود به سيقتلونه، فرجع به عمه أبو طالب إلى مكة المكرمة، وكان يحفظه ويصونه ويجلسه معه صلى الله عليه وسلم. نشأ في بيئة، تأملوا النبي صلى الله عليه وسلم وهو شاب 14 سنة 15 سنة، وهو يعيش في بيئة جاهلية، فتدور وتحوم الأوثان من كل جهة حول الكعبة المشرفة، فإذا خرج النبي صلى الله عليه وسلم من بيته رأى الأصنام والأوثان، ويشاهد الشباب وهم يشربون الخمر ويتعاطون للفواحش، يسمع ما يسمع يرى ما يرى. النبي صلى الله عليه وسلم لم يتأثر بذلك ولم يلتفت، بل ولم يلتفت إلى ذلك، أوتي العقل الراجح الرزين، بل كان يفكر النبي صلى الله عليه وسلم لماذا خلق هذا الكون، لماذا خلقنا، فيعلم أنه أن الله خلقه لمهمة ولغاية مهمة صلى الله عليه وسلم. وحضر النبي صلى الله عليه وسلم حرب تسمى حرب الفجار أو الفجار، حضرها النبي صلى الله عليه وسلم، كان ينبن النبل لأعمامه، فحضر النبي صلى الله عليه وسلم كذلك حلف الفضول، التحالف ما يسمى بالتحالف لرد المظالم ولإحقاق الحق وإعطاء الحق وأخذ الحق من الظالم ورده إلى المظلوم. فلما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم 25 سنة، وكان يرعى الغنم صلى الله عليه وسلم، يلقب بالصادق الأمين، الشاب الذي عاش في هذه البيئة لم يقتدي بأولئك الشباب المتميعين الجاهليين، وإنما الشاب الرزين العاقل يفكر فيما يفيده في عقيدته وأخلاقه، فلا يتبع الناس في سمته وزيه، ولا يتبع الناس ويقلد الناس، بل يتبع ما هو الأصلح وما هو الأنفع. النبي صلى الله عليه وسلم فلما بلغ 25 سنة وانتشر خبره بين الناس أنه سيد الناس في الأخلاق، أنه الصادق الأمين، لم يجرب عليه كذب، ولم ينطق بكلمة كذب، ولم يخن أحدا، ولم يخالف وعدا صلى الله عليه وسلم وهو شاب، فعلمت وسمعت عنه خديجة بنت خويلد،
فالرجل حينما ينتشر صيته الناس تعجب به وتحبه وتقتدي به، فلما علمت وسمعت به وكانت ذات مال فعرضت عليه أن يخرج بمالها إلى الشام في تجارة لها، ولأنها جربت الناس فوجدت بين خائن وسارق وغشاش وخداع، جربت الناس، فلما عرضت المال على النبي صلى الله عليه وسلم فوافق، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم في تجارة لخديجة ومعه ميسرة غلام خديجة، فلما كان في الطريق الرجل ميسرة غلام خديجة يلاحظ أخلاق الرفيعة النبي صلى الله عليه وسلم، صدق، معاملة حسنة، تسامح، العفو صلى الله عليه وسلم، فلما رأى ما رأى به فربح فيها التجارة ربحا كبيرا، وجاء بمال بهذا المال وأعطاه لخديجة، فميسرة أخبر خديجة بما رأى ولاحظ على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فتمنته أن يكون زوجا لها، وعرضت نفسها على النبي صلى الله عليه وسلم من خلال بواسطة صديقة لها، فالنبي صلى الله عليه وسلم لما أخبر كذلك استشار عمه أبا طالب، فلما استشاره قال نعم البيت، هذا البيت بيت الشرف والعزة، فذهب أبو طالب يخطب خديجة. خديجة عمرها كم؟ 40 سنة، وعمر النبي صلى الله عليه وسلم 25 سنة. إذن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينظر، وهكذا الرجل لا ينظر إلى العمر ولا ينظر إلى الجمال، وإنما ينظر إلى الأخلاق، إلى الأخلاق. وللعجب أنك تجد في هذا الزمن وتسمع أن هذا الزمن رجل له 80 سنة ويبحث عن زوجة لها 16 سنة أو 18 سنة، إنما النبي صلى الله عليه وسلم كان يبحث عن الطهر، وخديجة كانت طاهرة طاهرة، فتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، فكانت نعمة الزوجة هي خديجة، فساندت النبي صلى الله عليه وسلم بمالها وأخلاقها وشجعته على أن يكون رجل ذا مكانة اجتماعية، لم تعلم بعد أنه سيكون نبي الإسلام وسينزل عليه الوحي في 25 سنة، ثم 30 سنة، ثم النبي صلى الله عليه وسلم كان يحضر مع كبار القوم في أمور هامة تهم المجتمع ويصلح بين الناس صلى الله عليه وسلم، ويحمل الكل ويعين على نوائب الظهر صلى الله عليه وسلم، فلما بلغ 35 سنة وقع خلاف حاد بين قبائل قريش بمكة، حيث السيول جرفت وهدمت جزءا كبيرا من الكعبة المشرفة، ففكروا أن يهدموا الكعبة ويبنوها من جديد، فوافقوا واتفقوا، فلما بنوها فاختلفوا في من يضع الحجر الأسود في مكانه، وقد رأيتم حجر الأسود، فاختلفوا، كل قبيلة تدعي الشرف كما هو العرب الحال الآن، كل دولة وكل جهة تدعي أنها على الحق، ولا يسلم أحد للآخر ولا يتواضع أحد للآخر، فاختلفوا حتى وضعوا الدم في جفنة ووضعوا فيها أيديهم واتفقوا على الحرب والاقتتال، المنتصر هو الذي يضع حجرة الأسود في مكانها، وعاقل شيخ كبير فكر فقال لما لا تحكمون رجل عاقل فيكم؟ قالوا من سنتحاكم إليه؟ قالوا نجلس في الكعبة المشرفة، فأول داخل إلى الكعبة المشرفة نتحاكم إليه، فجلسوا، فإذا من يدخل؟ سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم شاب، ولذلك لا تنظر إلى صغر الإنسان أو كبره، لا تنظر إلى عمره، فانظر إلى عقله، فانظر إلى أخلاقه، يقدر الإنسان بالأخلاق، يقدر الإنسان بما يقدمه للإنسان من خير، فقالوا رضيناه حكما بالإجماع، فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم فأخبروه الخبر، فوضع النبي صلى الله عليه وسلم الحجر على بورد وضع عليه الحجر، ف
فقال كل قبيلة تأخذ من طرف الثوب، فأخذوا فقال ارفعوه، فرفعوه كل قبيلة ترفع هذا الثوب، هذا البرد الذي فيه الحجر الأسود. فلما بلغ المكان فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم بيديه الشريفتين فوضعه في مكانه، فحسم الخلاف صلى الله عليه وسلم. وقبل 40 سنة، قبل 40 سنة صلى الله عليه وسلم، فإذا هو يختلي بنفسه صلى الله عليه وسلم، يتحنث، يتعبد الليالي، يخرج إلى غار حراء، يصعد الجبل، وتزوده خديجة تشجعه على ذلك، فيجلس في الغار خصوصا في شهر رمضان، ثم يجلس فيتأمل في الكون، لماذا خلقنا الله؟ لماذا هذه البشر يتعبد الأوثان والأصنام؟ هناك أمر وغاية وهدف من خلقنا، من وجودنا، هذه عبادة، عبادة التفكير. كان النبي صلى الله عليه وسلم يفكر ويعبد الله سبحانه وتعالى. هو على هذا الحال ففي الغار، فإذا به ينزل عليه جبريل لما أتم 40 سنة. والإنسان لما يبلغ 40 سنة ينضج عقله، يعطى رشده. فلما بلغ 40 سنة وهو في غار حراء، الوحي نزل عليه في غار حراء، نزل عليه جبريل في صفة لم يعهد النبي صلى الله عليه وسلم يألف ولم يرى قبل هذا الشخص. تخيلوا أنت في بيتك وحدك ويخرج معك شخص لا تعرفه، تفاجأ، تهلع، تفزع، ماذا يريد بي؟ يريد أن يقتلني، أجين، ليس بإنس. فأفكار تراود الإنسان. فلما رآه قال اقرأ، قال ما أنا بقارئ، قال اقرأ، قال ما أنا بقارئ، قال اقرأ. فضمه، كل مرة يضمه إلى صدره ضمة شديدة، يضم النبي صلى الله عليه وسلم، هذه إشارة على أنك ستتحمل ثقلا وعبئا ثقيلا كبيرا، فلا بد أن تتحمل هذا الوحي الذي سيتنزل عليك. فقال ما في الثالث ما أنا بقارئ، قال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. اقرأ، افتح الكون واقرأه، افتح الكتاب واقرأه، كل ما تفتحه اقرأه باسم الله، باسم ربك، أنك يا نبي يا محمد، فمن الآن أنك لن تفعل فعلا إلا بأمر من الله، لن تقرأ قراءة إلا بأمر من الله، بالوحي من الله، لن تتحرك حركة إلا بوحي من الله. أنت من الآن فأنت مع الله، وتوجه بأمر من الله، وأنك مرسل إلى البشرية. وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم خرج وغادر هذا الغار متجها إلى خديجة، يرجف فؤاده، خاف النبي صلى الله عليه وسلم. فأخبر خديجة بما رأى وبما نزل عليه وبهذا الرجل، فقالت اطمأنته الزوجة الصالحة، والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتقري الضيف وتحمل الكيل وتعين على نوائب الدهر. فأخذته إلى ورقة ابن نوفل، كان يكتب ما شاء الله أن يكتب من الإنجيل، ولما عرضت عليه الأمر وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم ورقة ابن نوفل بما ما رأه، قال ذاك الناموس الذي نزل الله ونزل على موسى، وإن عشت بقيت لأنصرنك نصر المؤزرة، وإن قومك سيخرجونك. قال أو مخرجيهم؟ قال نعم، ما من رجل جاء بما جئت به إلا عودي. وانظروا إلى النبي صلى الله عليه وسلم في مكة 13 سنة وهو يتنزل عليه الوحي، يدعو الله سرا، ثم يدعو قبيلته وعشيرته، ثم يصدع بعد 3 سنوات بالدعوة جهرا، أوذي وأوذي أصحابه. بعد 13 سنة هاجر إلى المدينة المنورة وكون هناك دولة فتية قوية، شعارها لا إله إلا الله، محمد رسول الله، القرآن والسنة. ثم انتشر الإسلام في الآفاق،
فبلغنا إلى هنا وإلى كل مكان، مسافة 6000 كيلومتر من مكة إلى المغرب بلغنا الإسلام، وجاءوا لنا بالإسلام، ونحن الآن مسلمون والحمد لله، نقول لا إله إلا محمد رسول، نحب رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم ونذكره، ولكن علينا أن نتأسى به ونقتدي به ونتخلق بأخلاقه حتى نلقاه يوم القيامة ونكون معه في الجنة إن شاء الله. وصلى الله على سيدنا محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.